على مستوى البدني اكيد التحضير كما ينبغي لهذا الموعد من خلال المعسكر الذي اجري في مدينه العيون في الجنوب المغربي. طبعا التعود على مثل هذه الاجواء لانه الطقس في موريتانيا شبيه جدا بال المناخ في الجنوب المغربي في المناطق الصحراويه المغربيه كالعيون كبوجدور سمارة الداخلة. طبعا نفس الطقس في هذه المدن المغربية شبيه بنواديبو وكذلك العاصمة الموريتانية نواكشوط. دعونا نتابع هذه الدربة الركنية لفيدة المنتخب المغربي. محمد أمين السهل يرفع الكرة على القائمة الثاني وبالرأس لكن مرت جانبية. نتكلم عن الرقعة الجغرافية وقلت بأن هذه المدن المغربية العيون الداخلة والسمارة وبوجدور وبقية المدن المغربية الأخرى التي تقع في جنوب المملكة المغربية نفس الطقس شبيه بالطقس في نواديبو. وعلى فكرة نواديبو هذه المدينة لا تبعد إلا بكيلومترات قليلة عن القويرة أقصى المنطقة الجغرافية في التراب المغربي. مشاهدين الكرام نتكلم عن مدينة القويرة أقصى الجنوب المغربي ولا ننسى مال محطة العبور أكيد القرقريت. وسلم لي على القرقريت رسالة لكل صحراوي مغربي السلام أحر السلام للقرقريت وللقويرة المغربية. كرة تمشي للتماس محمد السبول يساعد للتنفيذ. وأمين وي أوه ماي جاد.